حاله اكسجين في السريع كده، ده حاجه اسمها فلوميتر، موجود في الاكسجين، وموجود فيه شويه ميه عشان خاطر ترطب الهواء اللي طالع، وبتظبطه على 2 لتر زي ما بيبقى موجود لك في التذكره، مظبوط على 2 لتر. طالع منه الوصله دي اسمها وصله النيزل، داخله من الحضانه واصله لغايه انف الطفل زي ما احنا شايفين كده، واصله لغايه انف الطفل، بتدخله الاكسجين لغايه انفه، هي لها فتحتين زي ما انتم شايفين، بتدخل كل فتحه جوه انف الطفل وتوصل الاكسجين لغايه انفه، بتتفك كده اهي وتركبها تاني كده، وبتضيقها حوالين الطفل من ورا زي ما انت شايف كده، من ورا بتضيقها حوالين الطفل، تلزقها بالبلاستر، تضيقها لغايه الحد انت شايف دي مش وصل الاكسجين. احنا عايزين نعمل جلسه للطفل، هنخلع وصله النيزل دهيت من هنا وهنخلعها برده من عند الاكسجين ونركب مكانها وصله الماسك زي ما هنشوف دلوقتي. ماشي، جهزت الجلسه بتاعتك. الجلسه زي ما مكتوب عليها 2 سم محلول ملح، فبتجيب ازازه محلول الملح اهيت وتسحب منها 2 سم بالسرنجه، وهم تبدا تحطهم جوه الماسك. الماسك فكرته بتركب ازاي؟ فكره كده يا استاذ احمد، ورهولهم الماسك اهوت، مكون من قطعتين، قطعه الماسك اللي هتركب على وش الطفل، والقطعه اللي بتعمل الجلسه، الخلاط زي ما بيقولوا، زي فكره الخلاط اهي. انت فضيت من فوق المحلول الملح، نزل هنا اهو، بتحط معاه 10 نقط فركولين زي ما ايه، زي ما مكتوب عندك في التذكره. ادي الفركولين بتاع الجلسات، اغلبنا يعرفه، بتحط 10 نقط، بتعد 10 نقط بتحطهم جوه الجلسه، تمام. لو هي الجلسه معموله باتروفنت ومطلوب نص سنتي اتروفنت، بدل ما هتحط الفركولين ده هتسحب نص سنتي اتروفنت من الانبوله وتحطها برده، مش مشكله، تحط 2 سنتي محلول ونص سنتي اتروفنت، وتركب الماسك بتاعك وما تسحبش النيزل اللي هو الاكسجين الانفي من على الطفل لغايه لما الماسك يكون جاهز. الماسك بقى جاهز اهو دلوقتي، بتبدا تسحب الوصله بتاعت الاكسجين اللي هو كان متركب على انف الطفل وتركب مكانها الوصله بتاعت الماسك. وانت بتعمل جلسه بترفع الاكسجين، يعني احنا واحنا حاطينه على انفي بيبقى 2 لتر، بنحطه على علامه 2 في الكيلومتر، هنا بترفعها على 5 او 6. بترفعها على 5 او 6 عشان خاطر تحقق معاك وتطلع بخار، زي ما احنا شفنا كده بدات تطلع بخار اهيت. بدات تطلع بخار للجلسه اللي هنعملها للطفل، بس احنا بنشيل النيزل دوت لان معاه شهوه لازم خلاص مش واصل له. بنحط الماسك على وش الطفل وهو بياخد الجلسه يا جماعه من بقه، يعني لو هو بيعيط عادي دي حاجه كويسه، الجلسه اساسا بتتاخد من بق الطفل مش من اخيه. بتقعد الطفل نص قعده كده اهوت، عشان دي احسن وضعيه، بتبقى القصبه الهوائيه مفتوحه فيها وبياخد فيها الايه الجلسه، ودانك واقف جنبه لغايه لما البخار يخلص. عاده هيخلص في حوالي من 5 ل 10 دقائق انت حسب قوه الاكسجين بتاعك، وبتستنى بدنك واقف جنب الطفل لغايه لما تخلص الجلسه. بعد ما بتخلص الجلسه بتعمل علاج طبيعي وتشفيط افرازات زي ما احنا عملناه في حاله الفنت وشفتوه مع بعض. احنا دلوقتي خلاص خلصنا الجلسه، بنبدا نعمل فيزيو سيرابي او علاج طبيعي للصدر عشان خاطر لو في اي افرازات جوه الرئه او جوه صدره تبدا تنزل، تنزل ونشفطها بعد كده. بس بنعمل العلاج الطبيعي بالشكل ده اهو، بايدينا بتكون بالشكل ده، او ممكن نعمله بالماسك تمام، او بايدينا حسب ما احنا ايه عارفين. لو واحد ايده عافيه شويه يعمله بالماسك، لكن لو واحد هيعمل بشكل جنتل كده يعمله بايده عادي خالص. بتحط الطفل على بطنه، تبدا تخبط على ظهره، بيبدا يطلع الافرازات اللي هو مش بيقدر يكحها او يقدر يطلعها عن طريق الايه التخبيط بتاعك ده، كانه هو الكحه بتاعته. بعد كده بتنامه على جنبه وبتخبط عادي خالص، ما تقلقش.